ما يخص القضيه تاعي وتاع المصارع نوري الفتحي، هي قضيه معروفه يعرفها الخاص والعام باللي الجزائر لا للتطبيع ولا للتطبيع. الحمد لله احنا القضيه تاعنا القرار هذا خديناه باسمنا احنايا كرياضيين ذو المستوى العالي، وانا كمدرب ذو المستوى العالي، وباسم الدوله الجزائريه وباسم الشعب الجزائري، ما كان علينا غير نسحبوا، وهذا نصره لاخواننا الفلسطينيين. وكما تعرفوا فلسطين العاصمة تاعها القدس، والقدس هي مصر النبي عليه الصلاة والسلام، أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذه المسلمين كاع اللي في المعمورة الأرضية كاع يسالوا في فلسطين، كاع نسالوا فيها.